السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع بعض عن GPT-4 أو شات GPT-4 الإصدار الرابع منه، اللي هو بصراحة يعني رجع أقوى 90 تريليون مرة من الإصدار اللي قبله. دلوقتي هنشوف مع بعض كده، هعمل أبجريد للحساب بتاعي أو هشتري معاكم شات GPT-Plus، وهنشوف هو هيكون عبارة عن إيه، وهل هو نفس التصميم والشكل، وهو يعني بيدينا استجابة برضه بنفس الاستجابة بتاعت شات GPT العادي. هنشوف كده مع بعض، تعالوا بينا كده نشوف في الفيديو. اروح انا كده على ابجريد واعمل بس كده عشان احول اللغه العربيه عشان كلنا نفهم. دلوقتي الخطه المجانيه بيقول لك متاح عندما يكون الطلب منخفض، وسرعه الاستجابه بتكون قياسيه، وتحديثات نموذجيه منتظمه. يعني لو في اي تحديثات جديده، مثلا حاجات صغيره كده، بيبدا يضيفها لك شات جي بي تي الاصدار اللي هو المجاني. اما لو سرعه الاستجابه، بتلاقي سرعه الاستجابه ممكن تكون بطيئه شويه، انت ممكن تسال سؤال ممكن يرد عليك ببطء حبتين. طيب تعال نشوف الاصدار المدفوع منه، واللي هو 20 دولار شهريا. بيقول لك متوفر عندما يكون الطلب مرتفع، سرعه الاستجابه سريعه، واولويه الوصول لمميزات جديده. يعني بيديلك يعني ممكن يديلك تحديثات وفوقها كمان المميزات اللي طرأ على التحديث ده. بس انا هشتري كده الخطة الترقية دي او الخطة المدفوعة، بعد كده هنشوف هنعمل ايه. بضغط على كلمة الخطة المدفوعة او الخطة الترقية هنا، ويحولني على صفحة الدفع بتاعتي. هنا بيقول لك هنا تكتب الايميل بتاعك، وبعد كده بتكتب الفيزا او رقم الفيزا، تمام. بعد كده هنا بتكتب اليوم، وبتكتب السي في سي او الرمز الامان بتاعك. هنا بتكتب اسم الكارت، وتحت هنا بقى بيجي يطلب منك اللي هو كود المحافظة ورقم تليفونك، وممكن كمان يطلب منك العنوان بتاعك. بتنزل تحت كده شوية لحد ما تيجي توصل عند علامة صح دي، ضغطة واحدة كده وبتضغط على سبسكرايب، واعمل كل الخطوات دي قدامكم، يعني علشان اليوتيوب ما يحذرش الفيديو ده. انا هعمل كل الخطوات دي علشان نشوف جي بي تي 4 في ايه. وبعد ما اشترينا شات جي بي تي 4 وكده خلاص، يعني هو تقريبا نفس النظام، بس الفكره كلها ان هو بيديلك استجابه اسرع وكمان معلومات احدث، ويعني بسرعه جدا، يعني اسرع من الاصدار اللي قبله. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعمل شرح كامل على شات جي بي تي 4، وان شاء الله تستناني، لان الموضوع هيبقى كبير جدا، لان هيعرض لك مميزات وهقول لك كل المميزات اللي بيقدمها لك شات جي بي تي 4. يا ريت ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. لو احتجت اي حاجة كلمني في الكومنت، وما تنساش تعمل حساب على شات جي بي تي المجاني، واللي هسيبه لك الرابط بتاعه في الوصف اسفل الفيديو. ومع السلامة.